اول ما يظهر لكم الصورة طمنوني على الصوت، وبصوا عدلكم في مكان بقى تحفة اهوت، علشان يعني ايه نتفرجوا مع بعض على البسفور وجمال العصافير اللي ورانا. مش عصافير طبعا، ده النورس يعني. طيب نبتدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم. بس جديد بقى، بس جديد نتكلم فيه عن معنى لا طالما بنتسأل عنه. المعنى اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة معنى طيب في حاجتين. اول حاجة اجابة السؤال اللي انتوا بتسألوه، نعلم اولادنا ايه وامتى نبتدي بالسن لتعليم اولادنا العقيدة، وهو ينفع نعلم اولادنا عقيدة قبل سن التمييز، قبل سن 9 سنين او قبل سن 8 سنين؟ بنبتدي من سن كام؟ سن سنتين. عايز اقول لكم سنتين ونص لما يبتدي ينطق جملة مكونة من 3 كلمات. اما يبتدي الجملة سنتين جملة 3 كلمات خلاص ابتدي اتكلم اقول ايه؟ قبل ما ناكل بسم الله، قبل ما نشرب بسم الله، بسم الله بسم الله. اجمل شيء اتعلمناه، من ربك؟ الله. اين الله؟ في السماء. دي عقيدة، دي عقيدة. لما يجي يطلب مني ادعو الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب ارزق بابا، يا رب ارزق ماما. دي عقيدة. من هو الله؟ الله رب العالمين. من الرحمن؟ هو الله. ما هي الاسماء الجامعة الثلاثة اللي بيحفظوها؟ الله والرب والرحمن. الاصل، الاصل ان ده بدأ من الام. طيب انا ما عندكيش، يعني مثلا تيجي ام تقول لي ايه؟ تقول لي والله بص يا دكتور هلا احنا ما عندناش الخلفية اللي نعلم بيها اولاد. اتعلم ده الف باء اسلام والف باء عقيدة. ادي سيرة، ادي قرآن، ادي معرفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وادي كمان العقيدة. العقيدة اللي هي اسماء وصفات، اصول الايمان التلاتة، الاصول التلاتة للعقيدة واصول الايمان الستة. ده ألف باء إسلام. ما أنتش عارف عندك الحاجات أونلاين، ما فيش مساجد والدنيا متقفلة، شوف الحاجات الأونلاين اللي موجودة عندك، أكاديمية ذات، أكاديمية الوحيين بتاعة القرآن، أي حد هيتكلم دروس البناء المنهجي، المسار، كل الكلام ده. أهم حاجة إنك أنت معلش ما تضيعيش ولا ليه؟ لأنك هتسألي يا بنتي، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن، انت هتسالي عن الكلام ده، هتسالي عيالك علمتيهم ايه، هتسالي ايه الغرس اللي انت غرستيه، ايه العقيده اللي علمتيها لاولادك. ما يقولناش بقى هجاوب، هجاوب بتوع امريكا دولت ايه، هجاوبكم اتعلموا العدالة. لا وليه ما هم انت موجوده ليه؟ طب خليني اقول لكم كلمتين وبعدين اجاوب على الاسئله بتاعتكم. تمام كده؟ تمام. الناس اللي عايزه تبقى معايا في الفيديو خليني اقول الكلمتين وارد عليكم وبعدين نستخير ندخل ناس ولا لا. تمام. موضوع العقيده ليه موضوع مهم؟ عشان ما يجيلناش تقول لك والله يا دكتوره ده كان زي الفل والله العظيم وبيصلي وبيجي معايا المسجد وبص، ولا كان بيفتح المسجد، بص ده كان بيأذن، وبعدين جه في مرحله المراهقه خلاص ساب وعمل او يبتدي عليه. طبعا عشان تكفيف المنابع وعلشان ما فيش المنابع التربويه ولا الايمانيه، والبيوت اصلا خاليه، الاب مشغول في دوام بعد دوام والام مشغوله ما اعرفش في ايه في امورها، فامر طبيعي ان العيل هيتلقى منين؟ من جوجل، الشيخ جوجل بقى، يتلقى من جوجل، يتلقى من صاحبه، يا من النت، يا من الالعاب، يا يبقى الخلفيه عنده فاهم كويس جدا جدا في بابجي وبقيه الالعاب، مش فاهم في حياته اي حاجه، لا عنده مهاره ولا عنده مهارات اجتماعيه ولا عنده حتى طريقه تفكير ولا منهجيه تفكير، ما هوش عارف. واما يجي بقى يلبسوا عليهم الدين، يلبسوا عليهم الدين بافكار بقى ايه؟ بصي بقى هو فين ربنا؟ هو لو كان ربنا موجود كان حد عيه؟ طب ليه الاطفال بيعيوا بقى؟ ها ها، طب فين الرحيم؟ ويبتدوا يخشوا من مداخل وهم حبايبي اولادنا ما عندهمش وانت ما عندكيش. فلا معلش خلينا لحد سن نقول 11 12 سنه مراهقه مبكره، انت مسؤوله عن اولادك، تعلمهم المهارات الاجتماعيه، مهارات الحياه، علاوه على العقيده يا جماعه، السيره على الاقل، سيره النبي عليه الصلاه والسلام، معنى كلمة الله هو مين، صفات ربنا ايه، اسماؤه ايه، الحاجات دي على الاقل خدي جزء عام ولا ربع ياسين من تحت، الحاجات اللي خاصة بالغيبيات. وقلنا اول صفة للمؤمنين والمتقين في القرآن في اول سورة البقرة، يؤمنون بالغيب. سورة البقرة بص الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين، للمتقين اللي هم مين، الذين يؤمنون بالغيب. فين بقى الغيب؟ الغيب ده عقيدة، الغيبة عقيدة. فكون ان احنا مقصرين في امر زي ما هيطلع لي طفل
ويطلع لي مش طفل، يطلع لي شاب لا عارف عن ربنا حاجه ولا عارف عن دينه ولا عارف حتى يواجه موجه الالحاد والتغريب اللي موجوده في قلب المجتمعات دلوقتي. فابعد ما يكون لا صلاه ولا صوم ولا ربنا ولا رسول الله ولا اي حاجه في الكلام. طب وبعدين نيجي بقى نتكلم زي ما حصل الجدل النهارده، جدل النهارده رهيب، نترحم ولا ما نترحمش؟ ما فيش فقه، ما فيش فقه، ما هو لو كان في فقه كنا عرفنا نرد. طيب اصوم بقى النفل مع الفرض ولا اصوم الفرض مع النفل؟ طب هو ينفع ان انا مثلا ايه ده، ما هو ما فيش ميح بياضه وتيجي انت تقولك ايه، ما انا ما اعرفش. طيب الزوج انا مسؤول، طب ما هو الزوج مطحون عشان يجيب المام واللقمه والكلام ده، ما هو مطحون هو كمان، دوام في دوام، ما هوش عارف. يا ابني ساعه اهلك دولت مسؤولين منك والله، ساعه اعرف الشيخ يوم الجمعه بيقول ايه وتعالى قول مطالب. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ كانت الصحابيه تقول لزوجها كده، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ فيجي يقول لها قال كذا وكذا ويعلمها الدين. النقطه رقم اتنين، ادي خطبه الجمعه، شروح لشيخ مؤتمن، شوف دروس علوم شرعيه يا عم ولو اونلاين، بس حد ثقه ومؤتمن اهل سنه وجماعه. يعني احسن دلوقتي احنا شايفين المهابيل اللي طالعين، موجه الهيافات مع اي حد يقول لك انا شيخ. مش والله شفت حاجه عجيبه، مش عايزه اقول بس عشان ما نبقاش بنروج، شفت واحد عجيب جدا جدا يقول لك بص طراء لي الفيديو بتاعه جايب 5 مليون، طراء لي. وبعدين بقى ايه ده، هو بقى ايه بينزل عليه الوحي ولا ما تفهمش، وهو كده من اقوال الشيخ حلبسه ده، يعني كلام فاضي. اهل السنه والجماعه والناس الثقه تتلقى عنهم، تعلم اهل بيتك. طب انت زوجك وانت عندك فراغ من الوقت، احنا عندنا وقت رهيب موجود، وقت رهيب، قاعدة على النت وقاعدة على الجروبات، واحنا الستات اللي زهقانين من غسيل المواعين واحنا مش عارفة ايه وسايبة القصر. يا ست ما تتعلمي الدين وعلمي عيالك، خشي على الجروبات، خشي على الاكاديمية ذات، خشي في اي منهاج علم شرعي اهل سنة وجماعة وتعلمي وعلمي اولادك. احنا في زمن فتن يا جماعة، احنا في زمن احنا في فتنة الدهيماء. كل مرة اوعد ان انا اقول طيب خلينا ان شاء الله نتذكر باذن الله الفترة الجاية اعمل لكم مجموعة عن احداث الاخيرة واحداث اخر الزمان، ناخد الحاجات المهمة بقى، الحاجات المهمة. فعلى الاقل يبقى عيالي عندهم التحصين الكافي في الفتن اللي جاية، يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي ويتكلموا مع الناس ازاي والكلام ده مهم جدا. الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمكم الصح ويلهمكم يعني اقول يا رب الرشد في الامر، اللهم امين، الحكمه وفصل الخطاب، ونتعلم عن ديننا لانك مسؤول عن اولادك، وتعلمي الجيل اللي طالع دوت، تعلمي اولادك يا بنتي، ولو زوجك كمان اخوتي بالمره علميه بالمره، احضري وقولي، وهو كمان نفس الكلام. فالابن يتلقى ويقول ايه، الله يكرمها امي علمتني كذا، الله يبارك له ابي ده علمني كذا، منظومه علمني ابي وقال ابي وحدثني ابي مش موجوده دلوقتي. أدعو الله سبحانه وتعالى يرد الأمة يا رب للخير، يردها ردا جميلا للخير على منهاج نبي صلى الله عليه وسلم. طيب نجاوب بقى الناس اللي بتقول احنا ايه كتب العقيدة بأسلوب سهل. طيب احنا هنعمل لكم ان شاء الله دروس العقيدة للأطفال، هم تقريبا بتاع حوالي 32 تقريبا او 33 درس، هنحاول ان شاء الله الفترة الجاية نعمل مرة للأطفال مبسطة، جزء مبسط بحيث ان احنا نعمله. كتب العقيدة اللي انا ما اعرفش كتب عقيدة غير اللي انا غير زمان، بس انا عشان خليكم هلا من زمان، يعني العقيدة الطحاوية ده صعب للأطفال، لكن احنا هنحاول نبسطها بأسلوب سهل وبسيط بحيث ان اولادنا يفهموا فعلا صح ويعرفوا هيعملوا ايه. مش عايزه اطول عليكم عشان اللايف ما يطولش اكتر من كده، انا بزهق صراحه والناس بتزهق، ومش عايزين كلمتين وخلاص، بس ده الافاده. ما ننساش بعض في الدعوات، وندعي لأمة الاسلام، ندعي امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرها ويجعل لها قائد رشد يعز فيه اهل الطاعه يا رب، وامر رشد يعز فيه امر اهل الطاعه، اللهم امين، واجعلنا واولادنا من اهل النصره، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.